دينامك اطوال غير. لا لا شايفينك كويس. خليك انت فوق هام السحب. كنت فوق. طيب يلا نقول السلام عليكم. هيا الله شباب والبنات، الان في فقره ساعة شباب وتحديدا في المنوعات والسوالف اللي راح نطرحها عليكم. كابتن ريم عندها خبريات كثير، يعني انا مش ناقصني قصر صراحه. وانت كمان فوق وانا قاعد اخاف المخرج يزعل مني بس عشان لا يكون في طول واحد. ايوه والله تمام خلاص. اي اهون عداني العيب والله عشان يلا. طيب وصلنا معاكم الحين للفقرات المنوعات وخبرنا اليوم الجديد اللي يقول لك ان في كان مهرجان بدا يوم الاثنين في القاهره وراح يستمر لين 17 اكتوبر، اسمه مهرجان كام السينمائي الدولي للافلام المسجله والقصيره، وهذه حتكون الدوره الخامسه له في شيء يعني يعتبر لاول مره يصير في الفن السعودي وانجاز مميز جدا. شارك الفن السعودي ب 13 فيلم سعودي في هالمهرجان، وهذا يعتبر صراحه شيء مسبوق من نوعه واول مره يعني. صحيح. فعموما تم تكريم طبعا رئيس مجلس اداره الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون الاستاذ سلطان البازعي في حفل افتتاح المهرجان، وبعد شارك بالمهرجان مجموعة من الأفلام السعودية اللي رشحتها جمعية الثقافة والفنون بجدة، وبيكون مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة عمر الجاسر ضمن أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان اللي راح يقام السنة هذه تحت شعار كام العرب، وراح يشارك فيه 80 فيلم سينمائي قصير و22 من دول عربية وأوروبية. كل المخرجين والفنانين والممثلين مهتمين بهذا الامر، ان شاء الله يكون لكم بالنافس. يعني بننافس أيه. نقدر ننافس حتى لو مو موجود الشيء هذا عندنا، لكن الابداع ما زال موجود، والحين ما شاء الله قدرنا ان نشارك ب 13 فيلم سينمائي سعودي تحتها مليون ان شاء الله ما راح يفلت مننا ولا اي مركز في القمه. وايضا بالنسبه لخبرنا التالي ما راح يفلت منكم ولا تفلت منكم ولا اي محادثه واتساب بعد كده، ولا اي صوره ولا اي حاجه حابين تمسكوها على احد، ولا اي واللي حابين واللي يستضيفوا المويه العكر راح ينبسطوا بهذا الخبر، لانه واتساب الان ايش بتسوي؟ الان مكنت من مستخدمي التطبيق واتساب انهم يحفظوا الصور وكل المحادثات من خلال محرك جوجل درايف تحديدا. يعني اي هو اصلا يتحمل، يعني الحين لما مثلا ترسلي صوره على الواتساب اوريدي تتحمل تسوي داونلود لحالها. اذا انت حطيتي هذا الشيء تنزل على ايش؟ على الاستوديو، لكن هو يقول لك حيربطها بجوجل درايف، يصير بعد كده حتى ما يصير عندك مساحه تخزين عاليه. اي هذه من المشاكل اللي انا اواجهها في جوالي دائما. حترتاحي وانت عارف هذا الموضوع. ومن سمعك انا نفس وضعي. طبعا الخبر هذا يعني حقيقي حيساعدنا كثير، لانه اغلب الناس بيستخدموا الفاكتوري ريست لما بيعيد تشغيل الجوال او بيرجع بيحط وضع المصنع بتروح كل المحادثات وكل الصور. الان الحل اللي توصلوا لي انه خدمه جوجل درايف هذه اللي راح ترتبط بتطبيق واتساب راح تساعدنا انه احنا نحفظ الكثير من المحادثات. وعلى فكره تقدروا تحملوها في اي وقت بعد كده، لانها بتكون على حساباتكم الخاصه. يلا كل واحد يلحق يحفظ. يلا نلحق. والله خايف انا لا يقعد يمسك على بعض محادثات يبداوا يستخدموها بشكل ايجابي. حفظ عليكم ربي. نروح لخبرنا لمبتعثينا اللي دايم يشرفونا ويثلجون قلبنا والله بالاخبار اللي قاعده تجينا وتفرح قلبنا، ومبتعثنا اللي حصل على الجائزه الافضل في امريكا اللي هو المبتعث الطالب سامي المالكي اللي يدرس الدكتوراه بكليه الطب في تخصص العلوم الطبيه الحيويه بجامعه كيرتون بالولايات المتحده الأمريكية على جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر الأكاديمية العالمي لعلوم القلب والأوعية الدموية. وكان البحث المقدم من الطالب سامي يتعلق بدراسات الميكانيكيات المحفزة لأقسام الخلايا الجذعية المستخرجة، وهذا طبعا مو بأول مرة صراحة يصير حدث زي هذا أو يكرم طالب مبتعث خارج المملكة، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. ودائم عاد كل ما صار عندكم شيء ارسلوا لنا وإحنا ما راح نقصر مبتعثين، بنعطيكم سواء في البرنامج كله أو في فقرة كابتن ريم إن شاء الله. والله صرت استمتع بأخبار المبتعثين والإنجازات اللي سواها، سواء اللي عمل إنجاز أو اللي بيساعدهم. وفي آخر أخبارنا في ساعة الشباب تحديدا وفقرة السوالف يقول لك قطار يخترق ملعبا لكرة القدم أثناء المباراة. أنا ودي نشوف الصورة أو الفيديو أولا إذا نقدر، وأنا أقول الخبر عشان الناس تستوعب. أنا شفته تفاصيل الخبر. ليتني كنت موجودة صراحة. بالله عليك. طيب هذا الخبر وهذا الفيديو اللي بنشوفه يقول لك اخترق قطار ملعبا لمباراة كرة
القدم في سلوفاكيا، وهو الاستاد الذي اقيم على احد خطوط السكك الحديديه. لكن الغريب ان المباراه بين الفريقين ما وقفت والقطار استمر زي ما احنا شايفين. طبعا اتداول مواقع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وضع طبيعي، ما عندهم اي مشكله، عندهم ولا كانك العصفور اللي مر، عرفت؟ مو قطار دخل الملعب، لا ابدا، هو شيء غريب جدا. المشكله انه قطار بخاري، يعني في دخان، في ازعاج، العجلات يحبون يستمتعون باي شيء موجود، شيء يتعب القلب. احنا لو 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 حجره وقفت السيارات الطريق كله يوقف. خلاص معلش، لا يطق فيك عرق يا قراد. خليني ساكت بس. نشكر الجداوي اللي قبل شوي كان، هذه ساعه شباب، تقدر تقرب لي الكاميرا لو تشوفها، هذه الرسمة اللي رسمها لنا. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية على هالرسمة الجميلة والخط الجميل من الجداوي اللي كان قبل شوي. أحمد جداوي صراحة جداوي. أشوف ساعة شباب، لا لو سمحت ما أبغى، الله يرضى عليك، خلي الجمهور يشوفه. فين؟ خلاص انتهى، بعد الحلقة خذها. خلينا نختم، كملوا مع تراد ولمية، لا تروحون بعيد. ايش عندك بعد شوي؟ والله عندنا عندك احس يا ويلكم، امس كفاية. اوكي اتحقولها بس خلاص. بعد الفاصل في ساعة شباب، حياكم، استغفر الله، اقسم بالله. يلا خذها.